بهدف الاطلاع على مدى تطبيق البروتوكول الصحي. خلال اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم المتوسط، قام والي ولاية خنشلة السيد علي بوزيدي مرفوقا بمدير التربية بتفقد بعض مراكز إجراء الامتحانات للوقوف على مدى سير العملية. انطلق امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظروف تنظيمية عالية. مدير التربية سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا الامتحان. أكثر من 3400 مؤطر للعمل في هذا الامتحان في ظروف صحية جيدة. تم تطبيق البروتوكول الصحي، جميع التعليمات والتدابير والإجراءات التي وصلتنا من وزارة التربية الوطنية تم تطبيقها بكل دقة. أعطيت تعليمات صارمة لجميع رؤساء المراكز بأن الخطأ ممنوع في هذا الامتحان، كذلك أعطيت تعليمات صارمة